حلوى لأبي. خرج سعيد من سوق مطرحة، التفت نحو طريق خلفي يبعده عن أعين القادمين والعابرين إلى السوق. ترك حارة العرين سريعا، ركض بما أوتي من قوة، أخذ الدرب الخلفي وراء المستشفى. لم يتأمل طاحونة الهواء كعادته، رمقها كأنها لا تعنيه أبدا. خرج من حارة اللؤلؤة، استدار عائدا مرة أخرى باتجاه الشجعية. ناداه صانع الحلوى: شعبان الرجل الطيب الذي لا يبخل، عليه بديس حلوى صغير كلما مر عليه. قال سعيد للعم شعبان أن أباه الذي سافر منذ عام سيعود قريبا، ويريد أن يقدم له هدية تليق به، وإن أباه يحب الحلوى، يضعها أمام الضيوف مع القهوة في مجلس البيت الكبير، ويأخذها معه كلما سافر في بلاد الله الواسعة. بادره في هذا اليوم قائلا: أعطني ديس حلوى لأبي. لم يعد أبوك بعده، ما زال الوقت مبكرا على عودته يا بني. لا تقل ذلك يا عم شعبان، لقد أخبرتني أمي بقرب عودته. لا أعرفه، لعلك على صواب. الآن وقد عرفت، اصنع له ألذ حلوى تبيعها. هل ستقدمها إليه عندما يعود؟ نعم يا عمي، لقد اشتقت إليه كثيرا. نسيت أن أخبرك، إنك تشبه كثيرا رجلا يأتيني دائما في الحلم، يحدثني عن أبي، تشبهه كأنك أحد أقاربه. يضحك شعبان ويمضي في تقليب حلواه. ركض باتجاه البيت ببابه المغلق، لاحظ أن الباب لم يكن مغلقا كما تركه في الصباح. هناك شق صغير تعبق منه رائحة البخور، وقبل أن يطرق الباب كانت أمه في استقباله: لقد عاد أبوك يا سعيد، لقد عاد. جف حلقه ولم يجد الكلمات المناسبة، ترك حقيبته أمام الباب وركض إلى العم شعبان يخبره أن يعد ألذ حلوى، فقد عاد أبوه. لم ينتظر جوابا وانطلق إلى البيت ليجد أمه وأباه عند الباب ينتظران. أخذه أبوه بين ذراعيه وراح يعانقه ويقبله، أما هو فقد أسلم قلبه وجسمه لهذه اللحظة التي
طالما انتظرها وأعد لها الكلمات. شكرا لكم يا أصدقائي على حسن الاستماع.